من الإرهاب. تنعم أغلب المدن الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة بالأمن والأمان، ويسودها نوع من الاستقرار الذي غاب عن ليبيا بعد إسقاط النظام السابق. للجيش الوطني حاضنة في أغلب المدن والمناطق الليبية، ومن يهاجم القوات المسلحة في طرابلس اليوم ليس بأهلها، بل الميليشيات المستفيدة من الفوضى والجماعات الإرهابية التي تتخوف من وجود جيش قوي يحبط مخططاتها. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى. وفي هذه التغطية المباشرة مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مجددا عبر الهواء مباشرة من بنغازي. وينضم إلي هنا في الاستوديو ضيفي الأستاذ خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، وسوف ينضم إلي تباعا مجموعة من الضيوف المحللين والسياسيين والأمنيين أيضا والمحامين والحقوقيين. أهلا بكم وأهلا بك أستاذ خالد. بداية في هذه التغطية في الذكرى السادسة لثورة الكرامة، كيف يمكن وصف اللحظة التاريخية التي توجه فيها الشعب بمحض إرادته إلى بيت القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في حي الزيتون في بنغازي، لمطالبته بإعادة إقامة الجيش وتنظيمه وضخ الدماء فيه؟ تفضل. أهلا بك أستاذ مصباح وبقناة الحدث التي أراها دائما في مثل هذه الأوقات الهامة من تاريخ وطننا. بدون شك أن إطلالة السنة السابعة وانصرام السنة السادسة من عمر الكرامة، الكرامة ماذا يمكن أن نطلق عليها؟ هل نطلق عليها ثورة؟ قد نخسها حقها. نطلق عليه مشروع استعادة الوطن، نطلق عليها مشروع شعب تحرك في مواجهة القتل والإرهاب ليستنجد بقائد فذ استطاع أن يقود من خلال 310 رجل، إعادة هيكلة وتنظيم قوات المسلحة دمرت وحاولوا قبل فبراير وبعد فبراير إطماس أو طمس معالم هذا الجيش، هذا الجدار الأخير الذي قد يتكي عليه أي شعب يريد بناء الدولة. في هذه الذكرى أستاذ مصباح، نعم، لا يمكن أن ننسى أننا بدأنا هذه المعارك، بدأنا مشروع استعادة وطن ب 310 رجل بقيادة عبقرية تمثلت في مشير أركان حرب خليفة حفتر، الذي لبى نداء أهالي بنغازي لأنه سبق وأن طرح منذ عودته إلى ليبيا مشروع بناء القوات المسلحة العربية الليبية ومشروع الذهاب إلى استعادة وطن وبدأ تكوين دولة مدنية حقيقية. هذا الأمر لم يكن وليد 2014 كما كثيرون منا يذكر مظاهرات بنغازي العصية والتفافها حول بيت المشير وفي الساحات مطالبة بقيادته للقوات المسلحة، ولكن الرجل كان لديه مشروعه الحقيقي منذ عودته إلى ليبيا. مواجهة 20,000 تكفيري من خلال هذه التلة البسيطة من الرجال الشجعان، يعني 20,000 يعني متفرقين على معسكرات وقوة تحتكم إلى السلاح ودعم. نعم. وسيطرت على جميع المراكز الإدارية والسيادية، لو حكينا حتى على بنغازي والأمنية والعسكرية، وخضت جميع المقرات والمعسكرات، وأهمها لو تحدثنا على توزيع المعسكرات حتى في مدينة بنغازي. أعتقد، أنا مش عسكري، لكن أعتقد أن توزيع هذه المعسكرات أماكنها من أيام النظام السابق قبل، يعني جغرافيا ليست بالشكل العبطي يعني، أو ليست عشوائية، بل يعني في جهة غرب بنغازي في جنوب بنغازي كأنها مجموعة حدود عسكرية للمدينة بشكل غير مباشر. استطاعت أن تسيطر عليها بعد ثورة 17 فبراير، واحتكمت إلى السلاح و يعني الناس اللي استأمنت لهم على مدينتهم، وتعتقد أن هم مشروع إنتاج دولة جديدة ومدنية، لكن اتضح الأمر أن هم مشروع تخريبي. إخواني، من ليس معي فهو ضدي. طيب، الآن الرمزية التي يشكلها القائد العام بالنسبة لمدينة بنغازي وعملية الكرامة وكل المدن التي ساندت عملية بنغازي
التي لكي تنتفض على هذه المجموعات في رف الله الصحاتي في 17 فبراير، المجموعات التي هاجمت معسكر الصاعقة أكثر من مرة، وتلك الأيام يعني الناس يعني عرب بنغازي يذكرها كويس، وكيف كانت الكآبة مرسومة على وجوه الناس يوم محاصرة معسكر الصاعقة. نعم، وخاصة عندما تم بالفعل إخلاء مقر الصاعقة والسلاء التكفيريين، وتلك الصور التي نشروها والمقاطع التي ظهروا بها للعالم وهم يقطعون الرؤوس في الصاعقة 21 ثم في المقر الرئيسي للصاعقة وهم موجودين أمام أطلال هذا المعسكر بعد تدميره. نعم. كل ذلك بالنسبة لبنغازي العصية، بنغازي التي تمثل ليبيا، بنغازي هذه المدينة التي تمثل وطن، مدينة في وطن ووطن في مدينة. هذه المدينة عندما انتفضت انتفض معها الشرق قاطبة، انتفض عنها ما نسميه تاريخيا أقليم برقة، من الحدود الشرقية إلى آخر نقطة تحرك فيها وهي الوادي الحمر على ما أذكر. كل أولئك الناس الذين انضموا على الرغم من سيطرة في تلك الفترة عصابات الجدران وغيره على منطقة الحقول النفطية وتسهيل مرور الدواعش من غرب البلاد، سواء كانوا من طرابلس، من نصراتة، من زليتن، من زوارة إلى بنغازي، كما يتحكم في غرب شرق جنوب البلاد في البوابة التي في الطلحية التي مسماتها سابقا بوابة مالك، يتحكم في دخول كل الإرهابيين القادمين من درنة، خط مرور يعني، خطي مرور من الغرب ومن الشرق، الشرق الجنوبي، كل ذلك لتسهيل مهام القتل، السحل، الاغتيالات، التفجيرات، الخطف، الاستيلاء على الأموال، الاستيلاء على المقرات، الاستيلاء على كل الأجهزة الأمنية والشرطية وتدميرها في مدينة بنغازي وغيرها من مدن شرق البلاد. طيب، كل ذلك، اسمح لي فقط أن أنوه على شيء، كل ذلك بدأ في معركة حقيقية بين قلة من المؤمنين مع هؤلاء. الآن ننتهي إلى مواجهة حقيقية ليس بيننا وبين الدواعش، ليس بيننا وبين التكفيريين، أصبحت الآن تلك الدول التي صنعت هؤلاء، تلك الدول التي أمدت هؤلاء بالسلاح منذ 2011 وحتى الآن تمدهم سرا وأحيانا جهرا، كل هذه الدول عندما قاربت طرابلس على التحرر أصفرت عن وجوهها، وهي التي نقاتلها الآن. هذه الدول التي تعتبر نفسها دولا عظمى، هذه الدول الاستعمارية هي التي أصبحت الآن في مواجهتنا. فهؤلاء 310 رجل الذي شكل بهم المشير أهم بؤرة ثورية حقيقية لاستعادة وطن، هي الآن تتمدد وتكبر حتى تصل الدول إلى أن لا بد من مواجهة هذا الجيش الوليد بالقوة. وبالتالي أنزلت تركيا فرقطاتها وطيرانها المسير وغرف عملياتها والمرتزقة السوريين في محاولة لوقف هذا المد التاريخي الذي لن يقف إلا بتحرير الوطن. طيب، يعني ما هو سر نجاح عملية الكرامة برغم العدد القليل من الضباط الذين لبوا النداء في تلك الفترة؟ عددهم معروف، ومن حتى باسمهم، منهم من استشهد يعني، منهم من انتقل يا رب لا رحمة ربي، ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديلا. ما هو سر نجاح عملية الكرامة وثورة الكرامة رغم العدد القليل من الضباط الذين استجابوا لرد الشعب ولنداء الشعب أكثر من مرة؟ لماذا نجحت عملية الكرامة؟ نجحت عملية الكرامة لإيمان هذه البقعة بأنها الرقم الصعب في معادلة هذا الوطن، نجحت لأن هذا الالتفاف الشعبي، هذا الالتحام الشعبي، هذه الحاضنة تاريخيا لن تتكرر ولا تتكرر في أي مدينة كانت. مدن ليبيا كلها رائعة، وكل مدن ليبيا لديها ميزاتها ولديها أهميتها، ولكن هذه المدينة تمثل فيها كل الليبيين، تجد فيها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشرق إلى أقصى الشمال، تجد فيها الحاضنة الحقيقية لهذا العمل. عندما تحاول أن تفتت هذه الأمور ستجد أن مدينة بنغازي تمكنت، أو أن مدينة بنغازي كانت هي
الحاضنة الحقيقية لانطلاق هذه المعركة الكبرى. طيب، ينضم إلي عبر الهواء مباشرة من مدينة البيضاء المحلل السياسي والمهتم بقضايا الأمن القومي السيد فيصل برايقة. أهلا وسهلا بك في تغطية خاصة من ليبيا. الحدث في سياق سياسي، كيف ممكن أن نصف ثورة الكرامة وما هي أبرز مكتسبات هذه الثورة السياسية؟ تفضل. مساء الخير أستاذ مصباح. أهلا بك. بداية كل العام والجميع بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وكذلك بمناسبة ذكرى غالية وعزيزة علينا جميعا، وهي ذكرى انطلاق عملية الكرامة التي جاءت في فترة صعبة جدا وفي مرحلة تاريخية حساسة جدا استعادت فيها الوطن. نعم. انطلاق هذه العملية أستاذ مصباح، لا أريد الغوص كثيرا في التاريخ، ولكن كان هناك حركة دؤوبة للسيد القائد العام قبل انطلاق عملية الكرامة. دعنا نتذكر بأن الجولات المكوكية التي قادها من أجدابية مرورا بالمرج بالجبل الأخضر، منطقة قندولة تحديدا، مدينة منطقة الأبرق أيضا، القبة أيضا طبرق، حاول فيها القائد العام حشد مشروع وطني لصالح الوطن، وهو استعادة الوطن من خلال قيادة عملية عسكرية. استحث فيها الضباط، اجتمع بضباط وضباط صف، اجتمع بأعيان، اجتمع بقيادات قبائل، اجتمع مع الشباب. أتذكر في تلك المرحلة بأنه اجتماع مطول في شهر فبراير 2014 في مطار الأبرق، وكان الجو قارس جدا واستنهض الهمم وحشد الناس. وهذه هي أوصاف القيادة، وهي هذه هي مميزات القيادة التي تستطيع أن تلتف عليها وتجتمع عليها الجميع. طيب، الآن بعد 6 سنوات أستاذ فيصل، بعد 6 سنوات من عمر الكرامة وعمليات التحرير المستمرة وبناء جيش يعني الحرب من جهة يقودها الجيش ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية والإخوان، حرب سياسية أيضا موجودة وجولات وصولات قادتها القيادة العامة، ما هي المكتسبات السياسية التي حققتها ثورة الكرامة بعد 6 سنوات الآن؟ لا، بالتأكيد هنا أصبح الحديث من خلال وجود الكيان الصعب، وهو وجود الجيش الوطني. لا يمكن لأي دولة في التاريخ أو عبر التاريخ تم تأسيسها بدون جيش وطني. إذن أهم مكتسب في حصل قرابة مدة حوالي 72 شهر، وهو وجود جيش وطني. أتذكر بأن القيادات القطرية في 2011-2012 كانت واضعة فيتو على وجود جيش، وكانت واضعة فيتو أيضا على وجود الشرطة، وأيضا فيتو على النفط، حدث بها الأمير القطري في أكثر من مناسبة. إذن المكتسب الأول والأساس وهو التنظيم، استعادة هيبة الدولة في الأجزاء المسيطرة عليها، استعادة القوات المسلحة لزمام المبادرة، ظهور الزي الرسمي وهو الجيش لدى الناس، أيضا سيطرة المواقع الموجودة للقوات المسلحة من زمن النظام السابق استعادتها القوات المسلحة، أيضا ظهور القوة الثانية والمساندة للقوات المسلحة وهي الشرطة، أيضا مظاهر الدولة وهو المكتسب الأهم، المظاهر الدولة وهو وجود قوات مسلحة في رقعة جغرافية واسعة جدا، وجود هيئة الشرطة، وبالتالي يتنامى العمل الأمني متزامن مع العمل العسكري. هذا جاء نتيجة جهد، وجاء نتيجة تقديم التضحيات بالأرواح والدماء. هذا هو المكتسب الأول. المكتسب الثاني وهو الأهم، أتصور بأن ظهور القيادة العامة على المحفل كقيادة سياسية تقود مجريات الأمور وتمتلك زمام المبادرة وأن تقول نعم وأن تقوم لا. لاحظناها قوات المسلحة في عديد من المؤتمرات، آخرها مؤتمر برلين، كانت حاضر القيادة القوات المسلحة في نقاش له علاقة بالأمور العسكرية، وهذا نعم. ناتج عن تشكيل تحالفات أقامتها القوات المسلحة نتيجة الثقة التي تعاطت معها دول الإقليم والقوى العظمى. إذن هذا مكتسب مهم، نحاول أن نستعيد به زمام المبادرة في رسم الخارطة السياسية، في رسم الخارطة الدستورية. ما أتصور هو أريد أن أوجز وأن أركز في هذا الموضوع، وهي أن العملية الدستورية القوات المسلحة أصبحت جزء منها وتقول بأن هذا يسير وأن هذا ما يسيرش، بأن
الدور يجب أن يعاد فيها النظر، إعادة توزيع الثروة يجب أن يتم فيها إعادة النظر، وقف إطلاق النار من الممكن أن نوقف إطلاق النار كجنتلمان أجريمنت كما حصل مع الرئيس فلاديمير بوتين ولكن دون توقيع. نعم. وبالتالي أصبح النقاش في قضايا سياسية نتيجة للثقة التي امتلكتها القوات المسلحة للقائد العام للقوات المسلحة في علاقات دولية امتدت في شمال أفريقيا مرورا بآسيا وانتهاء بروسيا الاتحادية. هذه الأمور مهمة جدا. المكتسب السياسي، المكتسب السياسي يعني زي مثل ما في مكتسب سياسي كانت في خسارة سياسية العديد من الدول للوضع اللي كان دائر في ليبيا في فترة قبل 2014 قبل ثورة الكرامة. وهنا نقصد أستاذ فيصل حالة الفوضى الأمنية التي وصفتها الخارجية الأمريكية بالخطيرة في ليبيا وخصوصا في بنغازي بعد اغتيال السفير الأمريكي كريس ستيفنز في القنصلية في مدينة بنغازي، وتعتبر أو اعتبرها العالم هي إحدى أبرز الرسائل على عدم وجود أمن في مدينة بنغازي. هل وصلت رسالة اغتيال السفير الأمريكي للعالم بشكل صحيح؟ ولماذا نجد مجموعة الآن سياسية أمريكية معينة أغلبها من الديمقراطيين أو محسوبة عليهم لازالت تتحدث عن حكومة الصخيرات التي تضم عناصر منشورة إرهاب بنغازي هي نفسها شاركت في عملية قتل سفيرهم في المدينة؟ نعم أستاذ مصباح، لو أعطيتني مجال في هذه الجزئيات التي تم التطرق إليها وتناولها. هناك إشكالية حقيقية مع الديمقراطيين وعلى العلاقة التي امتدت منذ قرابة عام 2004 الديمقراطيين ومن خلال مراكز أبحاث، وهنا نتحدث على مراكز أبحاث وجدت في الشرق الأوسط وأبرزها هو مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، يقود كان في وقت الدكتور سعد الدين إبراهيم وهو أحد المنظرين الليبراليين في جمهورية مصر، هو من أحدث التقارب مع جماعة الأخوان المسلمين في مصر وما بين إدارة أوباما وهي المتقاربة جدا مع جماعة الإسلام السياسي. أيضا إدارة أوباما لما شاهدته من وجود وكيل من الممكن أن يحل مكان الدول أو مكان الأنظمة التي جاءت بعد فترة الاستقرار، أوجدت ورش عمل وأوجدت وركشوب في كثير من الدول أبرزت فيها الإسلام السياسي، وكان أبرز ممثل لجماعة الإسلام السياسي هو الرئيس التركي أردوغان من خلال نموذج مطيع جدا وهو يحاول أن يقترب بما يعرف بالإسلام الليبرالي. كان يمثل بما يعرف الجود مسلمز أجينت الباد مسلمز، المسلم الجيد ضد المسلم الشرير. هذا كانت سياسة الديمقراطيين وهو التقارب مع جماعة الإسلام السياسي. أيضا وجود هيلاري كلينتون من خلال المستشارين المحيطين بها، يوجد كان قرابة، نحن نتحدث كمعلومات، يوجد حوالي 11 مستشار ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، نجحوا جماعة الإخوان المسلمين في غرسهم في إدارة أوباما، كان أبرزها بما يعرف بالسيدة هما عابدين الموجودة في إدارة هيلاري كلينتون. جميعا خدموا من أجل تدجين القوى المتطرفة الإسلامية ووضعها في عباءة الإسلام السياسي تحت إدارة جماعة الأخوان المسلمين. هذا الأمر من خلال المعلومات، من خلال الاطلاع على مراكز الأبحاث. دعني أذكر أستاذ مصباح بأن الكارثة التي ارتكبتها إدارة أوباما بأن المركز أو محطة الاستخبارات، نتحدث من خلال المعلومات جيدة جدا، محطة الاستخبارات التي كانت موجودة في بنغازي في القنصلية الأمريكية كان يدار فيها عمل استخباراتي من قبل ضباط CIA، ومن هنا من هذه المحطة يتم شحن الأسلحة والمتدربين إلى سوريا. هذا يتم بمعرفة إدارة أوباما، ولكن في عملية التأخير في عملية فك الحصار على السفير الأمريكي في تلك المرحلة وفي موجودة في مدينة بنغازي بالرغم بوجود قوة متشددة أنضوت تحت ما يسمى كتيبة 17 فبراير بعملية الحراسة على هذا الموقع. إذن قوة دولية متعاطفة إلى حد ما مع الإسلام السياسي وانخرطت فيه بل وجندتها، اتخذت من محور ما يعرف محور إسطنبول الدوحة للدفع بالإسلاميين لتنفيذ هذه المشاريع بدل المحور السابق الذي جاء في الثمانينات التي قادته للأسف الرياض وإسلام أباد ضد الاتحاد السوفيتي وإسقاط الاتحاد السوفيتي. إذن قوة عظمى انخرطت مع جماعة الإسلام السياسي. دعني أذكر بالنقطة الأخرى والحساسة وبأن القائد العام جاء في لحظة، هذه حقائق يجب أن يعيها الجميع ويجب أن يتعلمها الجميع وأن يعرفها الجميع، نحن لا نتملق ولكن هذا أمر يجب على الجميع أن يدرك جيدا، بأن وجود القائد العام في بعد فترة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضرب مشروع الإسلام السياسي عقب
ما يعرف بانتفاضة 27 يونيو في مصر والقرارات التاريخية التي اتخذتها القيادة المصرية في 3 يوليو 2013. جاء القائد العام كامتداد لهذا المشروع والثقة أيضا للثقة الداخلية قبل كل شيء، وهي القاعدة الشعبية وهي القبول الشعبي وهو الرضا الشعبي للقيادة العامة التي استطاعت في ظروف إقليمية صعبة دون الحصول على شرعية مجلس النواب، هذا أولا، ومن ثم الضغط الشعبي وتعاطف أيضا المستشار عقيلة صالح والذي كان له دور تاريخي عظيم جدا بحكم الفهم والعلاقات السابقة مع المشير خليفة حفتر وتقارب في الأعمار وتقارب في الرؤى، امتدت وتمازج معه وتناغم معه وقادوا هذه المرحلة. نعم. يبقى المشير حفتر بأن القيادة العملية العسكرية لا يمكن أن يكون لها ذلك الصدى دون أن تقاد من خلال العملية السياسية. العملية السياسية رأينا حضور المشير حفتر من خلال مؤتمرات باريس 1 باريس 2 أبو ظبي 1 أبو ظبي 2، لاحظنا موسكو، لاحظنا أخيرا مؤتمر برلين. إذن تمازج وتماهي وتناغم هذه العملية السياسية لتكون سند ودعم للعملية العسكرية. سيد فيصل نعم سوف أعود لك، لكن دعني أتحول إلى الأستاذ خالد ترجمان. ربما ما تحدث عنه الأستاذ فيصل بالرايقة هو تحدث عن عملية الامتداد، هكذا تفسر، وأقصد به اليوم نشاهد بعض الدول يعني تصمت عن التدخل الغزو التركي لليبيا مع الإرهابيين والمرتزقة الذين يتم إرسالهم للقتال ضد الجيش الليبي في طرابلس. هل يعتبر ذلك امتداد فعلي لخطة التواطؤ التي سادت فترة مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي؟ لا أستطيع تماما أن أربط ما بين مسألة اغتيال السفير الأمريكي وما بين التواطؤ في أو غض الطرف عن التدخل التركي الذي جاء تتويجا للتحرك ضد المؤسسات الوطنية، ضد جيش وطني، ضد أجهزة أمنية وشرطية. ذلك بدأ منذ الأيام الأولى لفبراير 2011، بدأ الجهد الأساسي لتدمير هذه المحاولات بناء هذه الأجهزة. ولعل هناك قصة شهيرة يعرفها سيادة المشير عندما تقدم للمجلس الوطني الانتقالي بمشروع إعادة هيكلة القوات المسلحة وكيف فرح رئيس المجلس بذلك، ثم بعد ذلك عندما بدأت الخطوات العملية كيف نصف هذا المشروع من قبل الإسلامويون، واضطر رئيس المجلس الوطني الانتقالي آنذاك لطلب بتأخير هذا المشروع إعادة الهيكلة والبناء. وهذه قصة معروفة لدينا في المجلس الوطني الانتقالي ومعروفة لدى القيادة ولدى سيادة المشير كيف حدثت ذلك وكيف تدخل الإخوان وتدخل الإسلامويون في وقف هذا المشروع. في وقف هذا المشروع لعل ذلك من أنا أعتبره الآن في هذه اللحظة كان يعني خدمة قدرية لنا حتى يتأخر هذا المشروع، حتى لا يضرب ضربة قوية قاسمة تأخر هذا المشروع حتى على 2013-2014 وانطلق بقوة بعزيمة رجال حتى يصبح الآن على مشارف طرابلس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذه الدول داعمة لمشروع التكفيريين، داعمة لمشروع الإسلامويون منذ الأيام الأولى لانطلاق ثورة فبراير، وحتى الآن أصبحت الآن في مواجهة مباشرة ومواجهة حقيقية بيننا وبين الاستعمار التركي، بيننا وبين المرتزقة الذين يجلبهم أتراك من كل حدب وصوب. وهل تركيا دخلت هكذا دون أن تكون هناك من ساعدها على هذا الدخول، من مهد لها، من دعمها بشكل أو آخر؟ على الأقل أنا في اعتقادي أن أس البلاء ورأس الحية هي المخابرات الإنجليزية التي مهدت للسراج، مهدت للمسخرات، وهي التي أعطت ربما الضوء الأخضر الأكبر لتركيا حتى تستطيع أن تتوغل وأن تصبح هي المقاتل الرئيسي وهي العدو الرئيسي الذي يقاتلنا في تخوم عاصمتنا، في تخوم مدينة طرابلس. من يقاتلنا؟ يقاتلنا المرتزق السوريون وتقاتلنا غرف العمليات والطيران المسير والدبابات والمدرعات التركية. نعم. طيب. هذا ما يحدث في المشهد بشكل أساسي. طيب. تفضل. أولى خطوات هذه العملية وهذا النضال التي بدأت من غوط السلطان في الأبيار، وكانت معركة بنينة في بنغازي هي أحدى أهم المعارك التي خاضتها القوات المسلحة في حربها المقدسة على الإرهاب
وأذنابه والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي كانت تريد بنين منطلقا لها لتعزيز دولة الإرهاب وسيطرة الميليشيات، لتتكسر كل تلك الأوهام على صخور جبال بنين وأسوار قاعدتها الشامخة. بنين ليست مجرد قاعدة أو منطقة، بل مكان ارتبط بتاريخ الجهاد الليبي منذ أن وطأت أقدام المحتل الإيطالي تراب الوطن لتكون أولى تجمعات المجاهدين فيها. وعود على بدء، مشى الأحفاد على خطى آبائهم لتكون بنين مرة أخرى هي قلعة صمود تحطمت على أسوارها أحلام الإرهابيين، فكانت مهد الكرامة ونقطة انطلاق نحو حرب على المتأسلمين من تنظيم القاعدة وأمثالها. ملحمة بنين والتي بدأت ب200 عسكري لبوا نداء الوطن بعد أعمال وحشية من اغتيالات وخطف تعسفي وذبح على الهوية، طالت كل من خالف فكرة التنظيم الإرهابي المتطرف في مدينة بنغازي. دقت طبول الحرب في 15 من مايو للعام 2014، فاصطف أهالي بنغازي وما جاورها من مدن ومناطق عسكريين ومدنيين للذود دون سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة. بدأت معارك بنين التي كانت فتيل اشتعال المعارك العسكرية لاجتثاث وباء قد فتك بالأرض والعرض، معارك ضارية دار رحاها في شوارع المنطقة التي شهدت استشهاد قادة ستبقى سيرتهم العطرة تتناقلها الألسن جيلا بعد جيل، رجال حملوا بين طيات هذه الحروف أسمى معاني التضحية والشهامة والشجاعة والإقدام، أسود لا تهاب الموت، لا تهاون ولا خنوع، جهاد حتى الاستشهاد. وبعد 6 أشهر من حرب شرسة ضروس كان هدف الدواعش فيها السيطرة على مراكز رئيسة لهم كي تكون منافذ تمكنهم من السيطرة على المدينة كمطار بنين والقاعدة الجوية. وباء لم يفلحوا في نشره حين أعلن الشهيد سالم مرفوعة في يوم 14 من شهر أكتوبر ومن أمام كوبري بنينة بأنها تحت سيطرة رجال القوات المسلحة، فتلاشت أحلامهم وتحولت إلى كوابيس، فأصبح قادتهم يتساقطون الواحدة تلو الآخر، ومن أبرزهم محمد الزهاوي زعيم ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي حين استهدفته مدافع القوات المسلحة من على بعد 100 متر من أسوار قاعدة بنينة. الآن وبعد سنوات من معركة الكرامة تتزين بنينة بشوارعها وكبريها وتستعد للاحتفال بذكرى القضاء على الإرهاب. الله أكبر. التحرير طريق بنينة ومعسكر الدفاع الجوي. الله أكبر. وبأخذ ثأر الرجال بعدما كان الظلاميون يمهدون لإقامة دولة على حساب دمعة أب وأم وطفلة وزوجة لكل شهيد. لقناة ليبيا الحدث، خليل البرغثي. وعلى أسوار بنين تحطمت أحلام هؤلاء. أعود مجددا إلى الأستاذ فيصل برايقة. معركة بنين كانت هي المعركة التي الفاصلة التي كانت ضربة موجعة لبقايا الميليشيات، و هي أختها اليوم تكرر في قاعدة الوطية مع الدعم التركي بالطيران التركي المسير واستهداف المنازل والمواطنين الآمنين وصهاريج الوقود التي من المفترض أن تصل إلى المناطق الغربية وسيارات المحملة بالمواد الغذائية. كيف يتكرر المشهد مرتين؟ هل لهم أن يعتبروا الآن هذه الجماعات الإرهابية أن ما حدث في بنينة وما يحدث الآن في الوطية هو مشهد مكرر؟ نعم أستاذ مصباح، في تصوري بأن غريزة حب المال وحب السلطة وحب السجادة الأحمر لدى الإسلاميين سواء كانت في المعركة الأولى معركة تحرير برقة تحديدا بنغازي ودرنة، ووجودهم الآن في الغرب الليبي وفي آخر المناطق وهي العاصمة ومصراتة، هي نفس الغريزة ونفس شهوة السلطة وإدمان السلطة، وهو للأسف هذا مرض يعاني منه قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأيضا قيادات الجماعة الليبية المقاتلة الموجودين كقيادات للأسف. دفعتهم هذه الرغبات وهذه الغرائز إلى استدعاء وتوقيع اتفاقية خطيرة جدا، اتفاقية أعطت
الصلاحيات لوجود الأتراك على الأرض الليبية في الغرب والانطلاق من قواعد ثابتة لهم استخدموها مثل مصراتة، مثل غريان، مثل أزوارة، مثل الزاوية، الانطلاق لتعطيل وكبح جماح القوات المسلحة وتعطيلها عن استعادة الوطن. نعم. في تصوري بأن جماعة الإخوان المسلمين هم هذه المدرسة المشارقية التي لاحظناها، نفس الامتداد الفكري والأيديولوجي كان الناتج عن السجون لاحظناه في مصر، لاحظناه في تصريحاتهم وحديثهم في مصر بأن أشعلوا الحرب في سيناء وطالبوا بإعادة الرئيس محمد مرسي، وقالوا وربطوا هذه المشاريع بأن بمجرد بعودة الرئيس مرسي سوف يتم إيقاف إطلاق النار. إذن القضية لديهم هو الكرسي، ومستعدين التحالف حتى مع الشيطان من أجل السلطة ورغبة السلطة ورغبة فكرة العشيرة التي كان يتغنى بها مرسي ويتغنى بها محمد مهدي عاكف وأيضا المرشد. إذن امتدادهم الفكري هذه المدرسة المشارقية، المدرسة العنفية التي لاحظناها في ليبيا، هي نفس الامتداد الذي موجود في المركز والرئاسة في جمهورية مصر قبل الثورة. طيب ابقى معي أستاذ فيصل، ينضم لي عبر الهاتف من بنغازي الأستاذ عصام التجوري المحامي والناشط الحقوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ عصام. في التغطية الخاصة من ليبيا الحدث في هذه اللحظة نستذكر قائمة طويلة من الشهداء والذين وضعوا اللبنات الأولى لتحذيرهم ما سيجر الإخوان المسلمين البلاد إليه، منهم عبد السلام المسماري، ومنهم سلوى بوقعقيس، ومنهم مفتاح بوزيد، منهم بن سعود، ومنهم الكوافي وغيرهم. كيف ساهم هؤلاء في توعية الشعب، وكيف كانوا شوكة في حلق الجماعات الإرهابية والتكفيرية؟ سيد عصام إذا كنت تسمعني، سيد عصام ربما لا يستمع إلي السيد عصام في هذه اللحظات، نحاول تعديل الاتصال معه. أعود إليك أستاذ خالد في نقطة مهمة جدا، ما هي الأثار الإقليمية لثورة الكرامة على أمن دول الجوار بعد القضاء على الإرهاب في رقعة شاسعة كبيرة جدا من الأراضي الليبية؟ كيف يؤثر ذلك على دول الجوار وتنعم هذه الدول بأن تجاور جيش يستطيع أن يحمي حدوده ويقضي على الجماعات الإرهابية ويحميها أيضا من التسلل وتدفق المهاجرين؟ بدون شك سؤالك منطقي وهام. هذا رأيناه حقيقة على حدودنا الشرقية في بجوار موطن من مواطن الإرهاب الرئيسية وحاضنة من حواضن الإرهاب التي فرغت الكثير من المقاتلين وأرسلت بهم إلى كل الإقليم المصري، سواء في المدن كالإسكندرية والقاهرة أو في أقصى الجنوب في أسيوط في سوهاج وغيرها، ثم في سيناء. هؤلاء كلهم خرجوا من تحت عباءة الجماعات التكفيرية الموجودة في درنة، ولعل أشهر ما يمكن أن نقول عليه هو هشام عشماوي الذي الآن نرى مسلسلا كبير باسم الاختيار عن هذه الشخصية ومدى ما قام به في زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، وأخيرا بعملية عسكرية نوعية لقواتنا المسلحة والقوات المساندة في مدينة درنة، تم القبض على هذا الإرهابي الكبير وتم تسليمه إلى مصر. أصبحت مصر على حدودها الغربية أكثر أمنا أكثر أمانا بالانتهاء من الميليشيات من التكفيريين في شرق البلاد، ولكن هل الخطر توقف؟ لا أعتقد أن توقف، لأن الآن من يساند هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الإرهابيين لا زال موجود، بل على العكس أصفر عن وجهه القبيح وأصبح يقاتلنا مباشرة في حدود طرابلس وفي أحياء وضواحي طرابلس. هو الاستعمار التركي الذي تم ترسيمه من خلال معاهدات اتفق فيها مع السراج وحكومته. ربما الأهم في هذا هو البيان الخماسي الذي صدر خلال اليومين الماضيين. نعم. الذي صدر من مصر وقبرص واليونان
والإمارات وفرنسا. هذا البيان الذي أوجز في نقاط سبع كان من أهم ما صدر خلال الفترة الأخيرة، وهو النقطة الأساسية في مواجهة هذه الدول للغطرسة التركية لاستباحة الحدود لهذه الدول، سواء كانت الحدود البحرية أو الحدود البرية. هذا الاستعمار التركي الجديد هو الذي الآن هذه الدول قررت التعامل دبلوماسيا سياسيا أولا، ثم بعد ذلك قد يكون لها رأي آخر. طيب. لعلها المواجهة المباشرة الوحيدة العسكري ما بين دول إقليمية وما بين الاستعمار التركي الذي تمكن في من مفاصل طرابلس ومصراتة وبعض الدول. يعني وجد موطأ قدم هو في طرابلس. نعم. يعني يعود إلي مجددا الأستاذ عصام تجور إذا كنت تسمعني الآن. أستاذ عصام ربما لا يتمكن من الاستماع إلي، أعود إلى الأستاذ فيصل برايقة. أستاذ فيصل، في ذكرى الكرامة، برأيك ما هو دور النشطاء الآن في تعزيز مكتسبات ثورة الكرامة وإسقاط الاتفاق السياسي الذي جاء بالغزو والمرتزقة؟ تفضل. نعم أستاذ مصباح، لو أعطيتني بضع دقائق في نعم. عملية ثورة الكرامة في شرح تفضل. هذا المصطلح بعد إذنك. تفضل. نعم، الثورات تصادر ويتم احتكارها، هذا مفهوم وموجود عبر التاريخ. ولو لاحظنا نحن في فبراير 1917 فيما حصل في روسيا وتغيير الحكم وتشكيل حكومة مؤقتة، ثم حصل تغيير وحصلت فوضى في تلك المرحلة، ثم جاءوا البلاشفة من خلال تنظيمهم العسكري ومن خلال التنظيم أيضا الأيديولوجي لهم، وقالوا نحن سوف نحكم، وبالتالي حسبت تلك الثورة منها هي من تغيير نوفمبر 1917. ما حصل في ليبيا وهو وصول جماعة الأخوان المسلمين من خلال المراحل الانتقالية، وقالوا نحن نقود الدولة وبأن هذه الثورة ونحن نحتكر، وهذا الأمر لا يعتمد على الأقلية أو على الأكثرية، وبالتالي هم احتكروا الثورة. ولاحظنا في خروج بعض رموزهم عندما تحدثوا وقالوا نحن من قمنا بالثورة وعددنا قرابة 100، ثم لاحظنا ذلك الرجل وجد سفيرا في أوغندا. إذن عملية الكرامة هي امتدت إلى عملية الثورة، وبالتالي هي أسقطت مفهوم موجود في كثير في وجدان من هم وجدوا بعد ثورة فبراير، ووجدت عملية سياسية كاملة جديدة، أيضا وجدت نظام بنيوي جديد، إذن تستحق إطلاق ما يعرف بعملية الثورة، وهو تغيير كامل. نعم. حصل في برقة وتحصل في الجنوب وامتداداته في الغرب الليبي. نعم. دور النشطاء علينا أن نتصدى لمثل هذه الأفكار أو محاولة زرع الأسفين ودق الأسفين من الانطلاق من عملية عسكرية الهدف منها أو الغرض منها القضاء على الإرهاب. قضاء الإرهاب هذا يتأتى ضمن عملية مكافحة، ثم تأتي المرحلة المتأخرة منه وهو عملية القتال. الفشل السياسي الذي واكب المراحل الانتقالية من خلال وجود مؤتمر وطني عام سابق ووجود عمليات سياسية امتدت من خلال وجود حكومات، هي فشلت عملية سياسية وزرعت لنا هذه الأنظمة الأيديولوجية المعقدة التي تحتكر العنف وتستخدم السلاح لفرض آرائها. إذن الكرامة هي عملية ثورة حقيقية، الغرض منها إنشاء نظام دستوري جديد وبناء دولة جديدة بقيم ومنطلقات الدولة المدنية. العديد من يتحدث عن الدولة المدنية في وجود الميليشيات، نحن نذكرهم بأن الدولة المدنية والدولة الديمقراطية وجود فيها أمرين أساسيين، وجود فيها الحاكم وبالشرط أن يعني يكون منتخب، ووجود محكوم، ووجود القيم الدولة المدنية والحفاظ على القيم وحفاظ على الحريات. إذن هذه جميعا لا يمكن أن تتأتى إلا في وجود قوات مسلحة ووجود الأجهزة الأمنية ووجود الجهاز العدلي، وبالتالي يصح الإطلاق عليها بأنها هي دولة مدنية. عمادها الآن قوات المسلحة والأنظمة الشرطية، وهو هذا أمر مطلوب جدا، وعلينا أن نتصدى لهذه الأفكار. أيضا نتصدى من يحاول أن يزرع الفتن داخل هذا النسيج الصلب والنسيج المتماسك في برقة وامتداده في الجنوب وفي المنطقة الغرب الليبي، وأن نذكرهم بأن قيادات من قاموا بهذه العملية هم في تمازج كامل وتناغم كامل مع القوى الشعبية وأيضا مع القيادات السياسية، وهنا نذكر مع المستشار عقيل صالح. نعم. إذن جميعا تناغموا وانسجموا ولديهم الثقة الكاملة في القيادة العامة للقوات المسلحة بأنها تتحرك وفق أجندة موجودة على مكتب القائد العام، تأتي في أولوياتها القضاء على الإرهاب، ثم الميليشيات بمختلف أنواعها، ثم
ثم عملية دستورية ثم إعلان دستوري يشارك وتساهم فيه القوات المسلحة كما ساهمت في السودان كما ساهمت في مصر. إذن وجودهم هو عملية أساسية لحفظ وضبط الأمن وإعادة الاستقرار طيب. إلى البلاد. طيب ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ أحمد فنين الناشط الحقوقي والمستشار القانوني. أهلا وسهلا بك سيد أحمد في تغطية خاصة. ثورة الكرامة قامت ببناء كبير أمني ومجتمعي وعسكري ومؤسسي، كيف يمكن تحقيق بناء سياسي جديد على قاعدة ثورة الكرامة الصلبة؟ برأيك ما هي الخطوات الأساسية أو السياسية المطلوبة في الفترة القادمة بعد تفويض القائد العام؟ نعم السلام عليكم. عليكم السلام. صباح تحية لك وتحية لضيوفك الكرام وعلى رأسهم الأستاذ والأخ الجمال، أحييكم صح حضوركم. تحية موصولة إلى الشعب الليبي العظيم وإلى قائد الوطن المشير خليفة حفتر والتهنئة بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الكرامة. نعم. وأحيي قناة الحدث ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمود ومدير البرامج الأستاذ علي رمضان وإلى شخصكم وكافة الضيوف وكل من لبى النداء في هذه القناة. نعم إن ثورة الكرامة التي نحيي ذكرها السادسة اليوم هي ثورة عارمة على مختلف الصور، وهي بدأت في حركة، وطالما أن كان هدفها اجتماعيا فهي ثورة ولم يكن هدفها سياسيا، وهذا الفرق. ونحن كأسرة حقوقية وقانونية وأجمع فقهاء القانون بأن الحركات إذا كان هدفها اجتماعي فهي ثورة وإذا كان سياسي فهي انقلاب. وثورة الكرامة بعيدة عن الانقلاب منذ 14 فبراير 2014 عندما أصدر القائد العام بدانه في عزم أبناء المؤسسة العسكرية على قرارهم وعزمهم على إعادة تنمية هذه المؤسسة وإنقاذ الشعب في ليبيا من أقصاها إلى أقصاها. اليوم نعيش إنجازات هذه الثورة التي حققتها المؤسسة العسكرية. نعم أستاذ مصباح، المؤسسة العسكرية الآن تصل في آخر نقطة من نقاط استحقاقاتها، وهي تحرير آخر ما تبقى من الرقعة الجغرافية لهذا الوطن، وهي تواجه اليوم تكنولوجيا دولة قد تكون متطورة ولكن تطورها التكنولوجي العسكري أسقط على روابي طرابلس وضواحيها ورواب الوطية، وطيرانها المسير أصبح خردة تحت نعل أقدام الجيش. والوصول إلى وإجابة عن سؤالك، الوصول إلى إلى إلى, إلى قناة سياسية، نحن لم نستطع منذ 10 سنوات إلى الرسوب بشاطئ العجلة السياسية والتشريعية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في ليبيا إلى أن ندخل ننتقل من السلم الأهلي والمجتمع الذي حققه الجيش والسلم الاقتصادي وتوفير حاجيات المواطن والأمن والأمان. نعم واضح. وعملية المؤسسة القضائية والمؤسسة الإعلامية وأنت أحد عناصرها وزملائك. نعم. الآن لم يبقى إلا إحكام التوجيه الوطن وتفعيل هذه المؤسسات، ثم ننتقل إلى الاستحقاق الأخير وهو بناء مؤسسات سياسية تبدأ من دستور ومؤسسة تشريعية في برلمان، ثم انتخاب رئيس مباشر من الشعب وانتخاب برلمان لا تكون فيه ضغوطات. والقوات المسلحة العربية الليبية الآن تنفذ في هذا تنفذ في الاستحقاقات الأولية وهي دحر الإرهاب وتبطير ليبيا من الإرهاب. نعم أشكرك بطبيعة الحال أستاذ أحمد فنير الناشط الحقوقي والمستشار القانوني، أعتذر منك لضيق الوقت. قبل أن نختم في دقيقة أستاذ خالد، هل ساهمت ثورة الكرامة في حفظ النسيج الاجتماعي بعد أن روج تنظيم الإخوان الإرهابي لأفكار شق النسيج ومحاولة زرع الفتنة في بنغازي وفي درنة وفي سرت وفي في أغلب المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش؟ تفضل. بدون شك أستاذ أحمد بأن مشروع الكرامة مشروع استعادة وطن هو مشروع إعادة لحمة النسيج الاجتماعي النسيج الأخلاقي للليبيين حتى لا نقع في مزلق ما يراد بنا من مشروع تجزئة وتفتيت هذا الوطن إلى مناطق وإلى أيالات عثمانية وما أوصلنا إليه الحال إلى هذا الأمر. أريد أن ننبه إلى مسألة بأن الكرامة ليست امتداد
الامتداد لمشروع مصر أو فكر السيسي وكيف تم في ثورة مصر، ولكنه مشروع انبثق من رحم المعاناة. أنت تعلم ذلك ونحن نعلم جميعا المعاناة التي عانيناها في برقة، التي عانيناها في هذه المنطقة من قتل وتدمير وإرهاب وبشاعة، هي التي أوجدت هذه الأرضية لتحوي هذا العمل الرائع، العمل الذي يستعيد وطن. وهذا الأمر في ذهن ورؤية المشير أركان حرب خليفة حفتر، لأنه بدأ معهم كما نوهت إليك، وهذا قصة قد تطول، منذ المجلس الوطني الانتقالي في 2011 عندما طرح إعادة الهيكلية وتعفية القوات المسلحة، ثم كذلك في 2013، وأخيرا الآن يقود معركة لاستعادة وطن ولتأمين هذا الوطن بإذن الله. نعم. وهذا سيكون قريبا بإذن الله. شكرا. ثقوا في قواتنا المسلحة. نعم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني، وشكرا أيضا موصول لك أستاذ فيصل برايقة المهتم بقضايا الأمن القومي، كنت معي عبر الهواء مباشرة من البيضاء. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.